بسم الله الرحمن الرحيم. هسه عندنا stability of floating bodies، يعني استقرارية الأجسام الطافية، الأجسام الطافية فوق سطح السوائل. إذا كان الجسم ثقيل دائما تكون الجي lower than B، يعني مركز الثقل للجسم راح يكون أسفل مركز الطفو للجسم، فحيكون بحالة استقرار تام. لكن إذا كان الفلاوتينج باديز الأجسام الطافية ممكن أن تكون ستيبل إذا كانت الجي أعلى من البي، يعني هنا إذا كانت الجي أسفل البي هذا حيكون جسم غاطس، إذا كانت باقية الجي جوه أسفل البي حيكون ستيبل، لكن إذا كان طافي حتكون بهالحالة الجي هي أعلى، يعني السنتر أوف جرافيتي للجسم أعلى من السنتر أوف باونسي للمائع، يعني قوة الطفو حتأثر. طبعا قوة الطفو حتأثر بالنقطة بي، قلنا النقطة بي هي مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم، بينما الجي هو مركز الجسم، مركز الجسم ككل، بينما البي هي مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم اللي هو مكان تأثير، يعني center of bouncy مكان تأثير قوة الطفو. فحنقول هنا تكون الجي higher than B due to shift in location of center of bouncy and the creation of a restoring moment. يعني هنا ممكن تبقى حالة استقرارية للجسم الطافي حتى إذا كانت الجي أعلى من البي، مكانها أعلى من البي، في حالة شنو؟ measure of stability is metacentric height GM. هذا الجي ام، الفرق هذا اللي هو على طول محور الجسم، على طول محور الجسم، هذا الجي ام المكان اللي دا تأثر بي السنتر اوف جرافيتي، والام مركز الاستقرارية هنا، هذا الام اللي هو على نفس الخط على محور الجسم. اذا كان موجب هذا، اذا كان هذا موجب، يعني جي ام تجاه الاعلى جي ام اكبر او يساوي صفر، يعني حتى هذه الام ممكن اذا نزلت هنا راح يبقى بحالة استقرارية. ليش؟ لاحظوا هنا الباونسي فورس ويا الوزن راح يسوي عزم اعادة، عزم اعادة، لاحظوا ريستورينج مومنت يبقى ستيبل، يبقى ستيبل هنا على نفس الخط الجي والبي، فماكو عزم اعادة او عزم انقلاب. هنا اكو عزم اعادة، الباونسي فورس ويا الجي ويا قوة الوزن تولد عزم اعادة ترجعه الى حالة استقرارية، فنقدر نسميه، نقدر نقول باقي هذا ستيبل. لكن اذا زاد الانقلاب اكثر، لاحظوا هنا زاد الانقلاب اكثر، وين صارت الجي؟ صارت الجي لليمين اكثر، تحركت لليمين اكثر، صار الام هذا، الام هذا على خط واحد ويا البي، يعني صار سالب بين الجي ام، صار سالب الجي ام، صار سالب، صار اقل من الصفر، مو مثل ما كان هنا أنا اعلى من الصفر، والام هو نقطة التقاء الخط مال محور الجسم ويا محور الجسم ويا الجي ومحور الجسم ويا التأثير، خط تأثير الباونسي فورس، هاي الام. إذا صار السالبة هنا اللي هي تأثير محور الجسم ويا تأثير الباونسي فورس، لاحظوا هنا اللي حيصير عزم انقلاب، هنا الجي ويا البي راح تولد عزم انقلاب، بعد ماكو فائدة، راح تنقلب هنا هذه السفينة، هنا راح تنقلب في المائع اللي مغمور، اللي يعني طافية عليه، راح تنقلب إذا صار هذا الأم بهالنقطة اللي هو نقطة التقاء محور الجسم ويا الباونسي فورس،
وياخذ تاثير البالانسي فورس. لاحظوا هنا فصار هنا حيصير عزم انقلاب اوفر تورنينج مومنت، عزم انقلاب، عزم تدوير وانقلاب، لحي بعد ماكو فائده راح تغرق وتغطس بالكامل، يعني حيروح الطفو مالتها راح تنقلب، حيكون هنا انستابل، عدم استقراريه. طبعا هذا تطبيقاته يعني اي طوافه، اي جسم طافي، اي جسم يعني على سطح مائع معين، على سطح سائل، هذا ممكن ان يكون كتطبيق له. يعني التطبيقات هذا الجزء اللي هو stability of buoyant bodies، الاجسام الطافيه، استقراريه الاجسام الطافيه او floating bodies، floating bodies الاجسام الطافيه. هذا الحقيقة لهنا ونتوقف. أريدكم تهتمون يعني بالأمثلة المحلولة وحتى تتمرنون عليها ويعني تضبطوها. هذا الموضوع اللي حنخليه على المحاضرة الجاية على الأسبوع القادم، الريجيد بودي موشن. ولهنا ونتوقف وأشكركم.